أنهار خمر لذة للشاربين، خمر حلال يا إله العالمين. هذا سؤال بعد طول تفكر وتدبر وتبصر في كل حين، أدركت أن جوابه غيبا غدا، وإليه لا ترقى عقول القاصرين. لكنني شاهدته متعينا وشربته وثملت بين الحاضرين. لما ذهبت إلى العراق ونيتي وصل ابن فاطمة بيوم الأربعين، مولاي حيدرة قصدت مسلما، وأخذت إذنا من أمير المؤمنين. وبدأت سيري والطريق جميلة، هي جنة جعلت لأصحاب اليمين، ومواكب الخدام تملأ مسمعي، ولشرب شاي العشق تدعو الزائرين. لبيت دعوتهم، شربت شرابهم، وثملت عشقا من شراب العاشقين، وأنست من شاي ابن فاطمة أنا، ودخلت هيمانا إلى حرم الحسين.